تظاهرات محاضري محافظة القادسية من الهتافات التي هي حق مشروع لهؤلاء المواطنين. هذه الهتافات التي لم تجد بعد أي أذن مصغية. من الهتافات إلى بعض الحقائق التي أكدها محاضرون وقالوا ما جرى بتعيينات تربية محافظة القادسية الأخيرة أن بيعت بعض الدرجات الوظيفية مقابل 120 ورقة. هذا ما ردده محاضرون، تعالوا نتابع. ما عندي 26 أين حقوقي بالتعيين؟ ما عندي 26